السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقة الأوفر فيو أون ذا نيرفس سيستم بارت 2. معاكم دكتورة رادو ربيع إسماعيل. النهاردة هنتعرف على أجزاء البريفرال نيرفس سيستم من نيرفس وجانجليا ونيرف تيرمينالز، وهناخد أوفر فيو عن جهاز معين من النيرفس سيستم اللي هو الأوتونوميك نيرفس سيستم. المرة اللي فاتت اتكلمنا على النيرفس سيستم وقسمناه لسنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم، واتكلمنا قلنا ان السنترال نيرفس سيستم عبارة عن البرين والسباينال كورد، وخدنا بعض التفاصيل عنهم. النهاردة كلامنا على البريفرال نيرفس سيستم، ده هيضم كلام على النيرفس، عن حاجة اسمها الجانجليا نعرف ايه، والنيرف تيرمينالز. لو بدأنا بالنيرفز، ايه هي النيرفز؟ احنا اتكلمنا في الاول خالص عن النيرون اللي هي الخلية العصبية، عرفنا انها بتتكون من سيل بودي وليها دينترايتس وليها تفرعات وليها تفرع طويل اللي هو الاكسون، وبعد كده عرفنا ان في حاجة اسمها جري ماتر وايت ماتر في البرين والسباينال كورد. قلنا ان السيل بودي بيبقى موجود متركز في الجري ماتر، اما الوايت ماتر هي عبارة عن الاكسونز بتاعت النيرونز اللي اتجمعت مع بعض. الاكسون دي اللي بتبقى موجودة في الوايت ماتر، الاكسون دي لما بتتجمع بتكون لنا اللي هي النيرفز، اللي هي النيرفز بتاعت السنترال نيرفس سيستم. طيب التقسيمة دي يعني انا احفز تقسيمات تانية غيرها، عشان بس دي ممكن تعمل لكم مسليدنج شوية، ان كأن الكرينيال والسباينال ملهوش علاقة خالص، الكرينيال نيرفس والسباينال نيرفس ملهاش علاقة بالاوتونوميك. هو اوريدي الاوتونوميك نيرفس سيستم بيبقى متحمل كجزء من الكرينيال والسباينال نيرفس كفانكشن. يعني احنا بنعتبر بنقسم النيرفس اناتوميكالي، اناتوميكالي الكرينيال نيرفس طالعه من البرين، و سباينال نيرفس طالعه من السباينال كورد. فانكشنالي بنقسمها لحاجه اسمها سوماتيك وفيزرال، فاحنا هنشوف تقسيمه تانية ان شاء الله تكون اوضح. لو شفنا هنا مع بعض السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسباينال كورد، هو ده قلنا اللي بيطلع منه الاكسون بتاعت النيرونز اللي موجوده فيه تعمل لنا البريفرال نيرفس سيستم اللي هي النيرفز. النيرفز دي اكوردنج هتعمل ايه؟ هل هي اصلا جايه من بره وبتنقل سنسيشن سنسوري نيرف راح تنقل معلومات للسنترال نيرفس سيستم، او انها طالعه اصلا من السنترال نيرفس سيستم عشان تدينا معلومة أو أوردر هيتنفذ في الأورجانز الخارجية اللي هي الموتور نيرفز. ده تقسيمة للنيرفز إنها تكون سنسوري أو موتور. خلي بالكم السنسوري ده أو السنسوري انفورميشن اللي جاية إما تكون من حاجات سوماتيك اللي هي السكين وما شابه الإكتوديرمال أورجانز، والفيزرال من الفيزرال، تمام، دي سنسيشن أخرى. الموتور ده الموتور اللي احنا بردك الاوردر اللي جاي من فوق، اما رايح يحرك حاجه سوماتيك السكن والسكليتال ماسلز او حاجه سوماتيك ان اورجن، او بيحرك الفيزرا. الفيزرال سيستم لما بيجي يتحرك بيبقى ساعتها النيرفس اللي راح له دي تبع الاوتونوميك سيستم، لها لا اراديه، احنا ما بنتحكمش في الفيزرا بتاعتنا الاحشاء اللي جوه، سواء كانت الهارت او الانتستين او ما شابه. فده بنرجع نقسمه تاني وهنتكلم عنه، عن حاجه اسمها سمباثيتك سيستم وبارا سمباثيتك سيستم، تمام. نشوف تقسيمه تانية بردك اهو، ده السنترال نيرفس سيستم عباره عن البرين والسباينال كورد، تمام. ادانا البريفرال نيرفس سيستم اللي هي النيرفات سواء كانت كرينيال او سباينال وهنتكلم عنهم دلوقتي. في بقى الباسوي رايح جاي، يعني ممكن اما يكون البرين والسبانال كورد باعت اوردر عن طريق هذه النيرفات، او هذه النيرفات واخده سنسيشن من بره من البودي الى السنترال نيرفس سيستم. يبقى ديت الدراع اللي بيعمل كوميونيكيشن ما بين السي ان اس السنترال نيرفس سيستم وجسمنا كله.
تمام، اما انها تكون بتنقل sensory information اللي هي الافرنت يعني بنسميها احنا افرنت، او انها تكون بتدي اوردر من جاي من فوق للبودي اللي هو موتور او افرنت ديفيجن. الموتور ده زي ما قلت تاني بيتقسم الى حاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم اللي هي الفولانتري كنترول بتاعنا للسكيليتال ماسل، او اوتونوميك انفولانتري ريسبونس سواء بقى للكاردياك ماسل او السبوس ماسل، ده من اسم لسيمباثيك وبارا سيمباثيك. ملخص تاني، ادي السي ان اس بريفرال نيرفس سيستم، اما السنسيشن رايح لهم بنقول منهم سواء كان سوماتيك سنسيشن من السكن بتاعنا او من الفزره، تمام، او بردك السوماتيك ده بيضم بردك في سنسيشن بيبقى جاي سنسيشن معين جاي من الماسلز من السكليتال ماسل حاجه بنسميها احنا البروبريوسيبشن، تمام. هنتكلم عن انواع السنسيشن في الاخر السلايد خالص. وفي نفس الوقت البريفرال نيرفس سيستم ممكن يدينا موتور، الموتور اللي هو الافرنت بتاعه، اما يكون سوماتيك للفولانتري ماسلز وفيزرال اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. ادي معانا هنا هو ده البرين، ده السباينال كورد، شايفين الشبكه دي كلها اللي ماشيه في جسمنا دي كلها، دي كلها سواء بقى كرينيال نيرفس اللي بتبقى خاصه بالهيد والنك، طبعا في نيرف بيوصل للثوركس والابدومن هو الفيجاس تحديدا، وعندنا النيرفات السباينال نيرفس، طبعا السباينال كورد دي كلها اللي ماشيه في كل جسمنا في الابر ليمب واللور ليمب، دي بتعتبر لنا احنا ده البريفرال نيرفس سيستم اللي هي الكرينيال نيرفس والسباينال نيرفس. زي ما انتم شايفين هنا ده مقطع في السباينال كورد، تمام، هنشوفه بردك بعد شويه بالتفاصيل بتاعته. وهنا اهوت النيرف طالع عشان يغذي الفولانتري ماسل بتاعتنا اللي هو السباينال نيرف. وعلى الاذر سايد، على الاذر سايد السباينال نيرف ده بتتحمل عليه معلومات تانية جايه من حاجه كده ماشيه جنبه هنعرفها بعد شويه اسمها السمباثيك تشين، بتديله سمباثيك انفورميشن تبقى طالعه منه وتمشي بعد كده بتعمل ريلاي هنا وترجع تاني ترجع تمشي فيه. يبقى السباينال نيرف ده ماشي فيه سوماتيك انفورميشن وماشي فيه اوتونوميك انفورميشن، وده اللي انا عايزه اوصله ان الكرينيال نيرف هتلاقي ماشي فيها السوماتيك انفورميشن ماشي فيها اكوردنج مع كل نيرف ليه فانكشن معينه، ممكن في نيرف يكون ما فيهوش غير بس موتور بس سوماتيك انفورميشن، لكن في نيرفات لا ممكن يتحمل عليها سوماتيك انفورميشن ويتحمل عليها كمان اوتونوميك انفورميشن. والسباينال نيرفز نفس القصه، هي بيتحمل عليها السوماتيك انفورميشن وبيتحمل عليها بردك الاوتونوميك انفورميشن. الصوره دي احنا شفناها المره اللي فاتت في الاوفر فيو بارت 1 لما كنا بنتكلم على البرين ستيم والنيرفات اللي ليها علاقه بيه، وقلنا ان عندنا البرين ستيم عباره عن ميد برين وبونز ومظله اوبلونجاتا، والميد برين ليه علاقه بنيرفين اتنين اللي هو الثالث والرابع اوكيولوموتور وتروكيولار. انا بحاول اعيد الاسماء مره تانيه عشان نبدا نحفظ اساميهم. والبونز لها علاقة بأربع نيرفات، الخامس تراجيمينال نيرف، السادس أبديوسن نيرف، السابع الفيشيال نيرف، والثامن هو الفيستيبلو كوكيولار نيرف، ستة سبعة تمانية. والمظلة كان ليها علاقة بأربع نيرفات بردك، جلوسوفرينجل التاسع، الفيجاس العاشر اللي هو تحته ده، والأكسسوري الحداشر، تسعة 10 11 و12 بتطلع لجنب في جنب لوحده ميديال ليهم اللي هو الهايبوجلوسال نيرف. وقلت وقتها ان هنا مش هنشوف الفيرست والسكند كرينيال نيرف، الفيرست هو الاولفاكتوري والسكند هو الاوبتيك نيرف، لان دولهم لهم باس واي مختلف شويه ما لهمش النيوكلياي تستقبلهم او تطلع او تدي لهم اوردر، طبعا هم سنسيشن بينقلوا سنسيشن في البرين ستيم، فهم مش هنشوفهم في صوره البرين ستيم. تعالوا نشوفهم تاني في صورة تانية. احنا هنا قلبين البرين وبصين عليه من تحت عشان نشوف كل الكرينيال نيرفز ال 12. طبعا لازم كنا نقوله من الاول ان الكرينيال نيرفز كام نيرف، هما 12 بيرز اوف نيرفز
لان احنا طبعا احنا متفقين احنا عندنا رايت سيستم وليفت سيستم ايدنتيكال لبعضه مشابه لبعضه، فاحنا عندنا 12 نيرف على الرايت سايد و12 نيرف على الليفت سايد من رقم 1 لرقم 12، ونعرف اساميهم. اول نيرف خالص اللي هو ده، طبعا هو تحديدا ده مش النيرف، ده حاجه بسوي بعد النيرف. المنطقه دي يا اولاد فيها النوز، المنطقه دي فيها النوز. الانف بيطلع منها طبعا معروف انها مسؤوله عن الالفاكشن، الشم بتطلع منها فيلامنت. النيرف مبيبقاش نيرف واحد، بيبقى عباره عن فيلامنت، مجموعه كده من الالياف بتتجمع مع بعضها في حته هنا كده بعد ما بتعدي من منطقه معينه اسمها الالفاكتوري بالب، وتكمل كانها الفاكتوري تراكت اللي هو هنا اهوت الفاكتوري تراكت. anyway ممكن نعتبر ده كان ده تبع الالفاكتوري نيرف اللي هو رقم واحد، او دي اول واحد. بعد كده المفروض المنطقه هنا كده والمنطقه هنا ده مكان الاوربت مكان عينينا، وبيطلع منها العصب البصري اللي هو الاوبتيك نيرف، بيبقى ماشي بالطريقه دي كده. طبعا هو هنا اتقطع خلاص عشان نشوفه، نشوف الـ 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 الاجزاء الثانيه. ده الاوبتيك نيرف اهو، اوبتيك نيرف طبعا تكملته بقيه قصته مش مشكله دلوقتي. يبقى ده الاوبتيك نيرف كرينيال نيرف رقم 2. بعد كده خلاص احنا كده دلوقتي لسه ما لناش علاقه بالبرين ستيم، هنبدا يبقى لينا علاقه ثاني بالبرين ستيم اهو. هو ده البرين ستيم كله، ادي النيرفين اللي هم ليهم علاقه بالميد برين، الاوكيلوموتور الثالث، وادي الرفيع اللي جاي من ورا ده، ده the only cranial nerve coming from back is the trochlear nerve اللي هو cranial nerve رقم 4. بعد كده ادي الكوبري بتاعنا البونز طالع منه لاترالي كده من بعيد، ادي الترايجيمينال نيرف اللي هو رقم 5 طالع ما بين الجانكشن ما بين وما بين المظله اوبلونجاتا السادس abducens بالترتيب، وبعده الفيشيال نيرف، وبعده الفيستيبلو كوكيلار نيرف. المظله اوبلونجاتا تمام اللي هي بالطول بقى طالع منها لاترالي من بعيد الرفيع ده الجلوسوفارينجل، بعد كده بيبقى يطلعوا بكذا روتس، ما بيطلعوش بروت واحده، بكذا روتس بكذا جذر يعني، الفيجاس نيرف، وبعده الاكسسوري نيرف تمام. ودي ليه قصه ان هو كرينيال وسباينال بارت هنعرفه بعد كده بالتفصيل. ورقم 11 ميديا ليهم بيطلع بروتس صغيره خالص اللي هو الهايبوجلوسال نيرف، هايبوجلوسال نيرف. بعد كده بنلاقي دي المنطقه اللي في المظله الاوبلونجاتا اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيراميد اللي هي ماشي فيها كورتيكوسباينال تراكت. دي كده ملخص للكرينيال نيرفز. المنظر ده بس بيدلنا ليه ادي ده الاوكيلوموتور، ليه النيوكلياي جوه هنا جوه البرين ستيم تمام. وادي التريكلر طالع من هنا بردك، ادي هنا ده الترايجيمينال نيرف، الترايجيمينال نيرف هتلاقي الجزء اللون الازرق ده بيتكلم كان هنا في سنسيشن سنسوري حاجه افرنت، والاحمر ده حاجه موتور حاجه طالعه من هنا عشان تدي اوردر لبره. فالنيرف هنا مثلا لو انتوا ركزتوا الاوكيلوموتور احمر بس هو بينقل موتور انفورميشن بس، والتوريكولار نفس القصه. اما الترانجيمينال هتلاقيه معظمه سنسوري بينقل سنسيشن، اعرف من جايه منين دلوقتي، وفي نفس الوقت لجزء صغير بيدي موتور انفورميشن لحاجات معينه. بعد كده هنلاقي طبعا المنطقه دي بقى ملغمه شويه فيها الابديوسنت اهوت اللي هو الاحمر بس بردك، والفيشيال نيرف الاثنين ميكسد نيرف موجود في موتور وسنسوري، والفيستيبلو كوكليار اللي هو بتاع الهيرينج بتاعنا طبعا ده سنسيشن بس. بعد كده عندنا هنا في المظله اوبلونجاتا ادي الجلوسوفارينجل ميكسد، ادي هنا الفيجاس اهو ادي ميكسد، وعندنا هنا الاكسسوري طلع لك موتور فقط، والهايبوجلوسال اهوت موتور فقط. يبقى على حسب انا نقل على النيرف ده ايه تمام. احنا المفروض نعرف نبذه بس عن الفانكشن بتاعت كل نيرف منها، هقولهم بالراحه كلهم وهنرجع نقسمهم تقسيمه ونشوفهم بردك في جدول معانا باذن الله. ادي الاولفاكتوري طبعا الفاكشن ده ليه علاقه بالنيزل كافيتي بالنوز عشان ينقل لنا الاولفاكشن الشم بتاعنا. ادي الاوبتيك ده العصب البصري الفيجن. هنا بقى الاوربت لها 3 موتور نيرفز، 3 4 5 لا 3 4 6 اوكيلوموتور تريكولار ابديوسنت، بيطلعوا بموتور انفورميشن بموتور اوردر عشان يحركوا العضلات اللي بتحرك العين بتاعتنا الاوربت.
امال التراي جيمينال ده الخامس اللي احنا نسيناه في النص ده، التراي جيمينال قلت ان هو ميكسد نيرف، بيجيب انفورميشن منين؟ من الفيس بتاعنا، هو ده اللي بينقل السنسوري انفورميشن فروم ذا فيس. والجزء الموتور الصغير اللي كان ماشي فيه رايح عشان يغذي حاجه اسمها المسل اوف ماستيكيشن اللي هي خاصه بالمضغ، هم 4 muscles هناخدهم بعد كده بيحركهم الفك السفلي والعلوي بتاعنا بطريقه معينه عشان يعملوا المضغ، المسل اوف ماستيكيشن. تمام، يبقى احنا كده قلنا من 1 لـ6. طب تعالوا للسته التانيين، اول واحد السابع اللي هو الفيشيال نيرف، وده كرينيال نيرف المسؤول عن الفيس، بس مسؤول ايه بقى؟ عن الموتور فانكشن بتاعت الفيس، هو ده اللي بيحرك عضلات الفيس، هو اسمه الفيشيال نيرف. تمام، بس خلي بالك ان النيرف ده بردك منقول هو موتور مينلي، لكن بينقل شويه سنسيشن كده من حته معينه، هناخدها بعد كده بالتفصيل يعني ليه برضك سنسيشن بيجيبها من حتة معينة. التراي جيمينال نيرف بيعجز عن الوصول اليها، فساعتها الفيشال نيرف ومعاه كمان الفيجاس نيرف وجلوسوفارينجل بينقلوها. طيب ده السابع، تعالوا للثامن اللي هو الفيستيبلو كوكيلار، ده من اسمه حتى باين بينقل حاجات معينة من الانر اير، من الاذن الداخلية اللي هو خاصة بالايكوال بيريوم والهيرينج بتاعنا، بينقلهم اللي هو الفيستيبولار ده خاص بالإكوالبيريوم، والكوكيلار اللي هو جاي من الكوكليا مسؤول عن الهيرينج، يبقى ده سنسوري بيور. التاسع جلوسوفارينجل، ليه موتور فانكشن بيغذي مصل واحده سنجل مصل اسمها ستايلو فارينجيوس مصل، وليه سنسيشن زي ما قلت بينقلها، سواء السنسيشن دي ساعات بتبقى سوماتيك وساعات بتبقى فيزرال كمان. الفيجاس نيرف ده العصب الحائر، ده اللي في كل حته، شايفين الوحيد اللي تلاقيه كل الجسم اتجمع، ليه موتور فانكشن خاصه بالماسل اوف ذا لارنكس والماسل اوف ذا بالات والماسل اوف ذا فارنكس، البلعوم والفارنكس والبالات اللي هو الجزء السقف الحاجز ما بين النوز والاورال كافيتي، واللارنكس اللي هي الحنجره. تمام، وفي نفس الوقت بينقل سنسيشن من الفزره وبينقل سنسيشن بردك سوماتيك حته كده ناحيه الاير يعني. تمام، اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا قلنا ان التراجي من النيرف هيعجز عن الوصول اليها، وساعتها الفيشيال والجلوسوفارينجل والفيجاس هينقلوا السنسيشن بتاعها. تمام، ده كده الفيجاس. لو ركزتوا في حاجه، ادي ده جنبه على طول ومشي جنبه كده على طول، الاكسسوري نيرف اللي هو رقم 11. رقم 11 ده بردك ليه بردك حاجه كده اسمها كرينيال بارت وسباينال بارت، بس نعرف بس تحديدا هو بيغذي هنا المسلز اللي موجوده في النك اللي هي الاسترنوماستويد والترابيزيوس، وده كده السباينال بارت بتاعه عشان بس نبقى دقيقين علميا، لان في جزء منه كرينيال بيبقى ماشي جوه الفيجاس بيبقى ينقل فانكشن اخرى. ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال، ده المسل نيرف اوف ذا تانج اللي هو الموتور نيرف اللي بيحرك المسل اوف ذا تانج، طبعا في اكسبشن بس ان جنرال كلام عام دلوقتي، يبقى هو خاص بالمسل اوف ذا تانج، muscles of the tongue. اهو تاني بصورة اقرب، ادي الالفاكتوري وادي الاوبتيك للعصب البصري نايل sensory information، وادي الالفاكتوري نايل لنا الالفاكشن، وادي الاوكيلوموتور والتوريكلر والابديوسنت رايحين بموتور information يحركوا المسل of the orbit، ادي الترايجيمينال نايل لنا الاحساس بتاع الفيس بتاعنا، وفي نفس الوقت بيطلع معاه موتور اوردر عشان يحرك المسل اوف ماستيكيشن. يبقى ده من 1 لـ6. لو خدنا الست التانيين هما، التاني الفيشيال نيرف هو ده النيرف اللي طالع منه عشان يحرك العضلات بتاعت الفيس بتاعتنا، مسل اوف ذا فيس. تمام، وفي نفس الوقت بينقل، احنا قلنا بينقل سنسيشن كده معين، سواء بقى بينقل سنسيشن خاص هنا لو تلاحظين رايح عند التونج، هو جاي من التونج، سنسيشن هو التونج ده مش اورجان بتاع ايه، بتاع التيست سنسيشن بتاع التذوق، فبينقل تيست سنسيشن. تمام، تذوق، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم هو ليه طريقه معينه بيوصل للاذن، فبينقل بردك سوماتيك انفورميشن زيه زي التراي جيمنال بس في جزء معين عند الاير. تمام، و ليه طبعا هنقولها بعد شويه، ليه اوتونوميك فانكشن بتبقى ماشيه فيه، بارا سمباثيك فانكشن ماشيه جواه كمان. تمام، الفيستيبلو كوكيلر
طبعا ده بيور سنسوري، ناقل لك الهيرنج بتاعك، ده سبيشال سنس. تمام، خلي بالكوا السبيشال سنس اللي عندنا هي ايه؟ هي التيست سنسيشن جامد عند التونج، هي الهيرنج، تمام، الفيجن، الاوبتيك، والالفاكشن. هم دول من الاربعه سبيشال سنسيشن بتاعنا، وخاص طبعا بالتاتش ده عند السكين. بس في الكرينيال نيرفز هنسمع عن التيست، عن الهيرنج، عن الفيجن، عن الالفاكشن. تمام، تعالوا للجلوسو فارينجيال. جلوسو فارينجيال زي ما قلت بيدي عضله واحده بيغذيها هنا اسمها ستايلو فارينجيس، مصل تبع عضلات الفارنكس، وبينقل سنسيشن فيزرال سنسيشن هنا من الجزء الفارنكس والبلت. تمام، وليه علاقه بردك على فكره بالتيست سنسيشن. تمام، طيب الفيجوس نيرف اهوت ده العصب الحائر، قلت لكم بيغذي عضلات تبع اللارنكس وتبع الفارنكس والبلت، في نفس الوقت بيبقى ليه اوتونوميك فانكشن، انفلانتري فانكشن، يغذي المصل دي كلها اوتونوميك فانكشن، يغذي لنا المصلز السموث مصل بتاعت الفزره. في نفس الوقت بالعكس بينقل بردك سنسيشن من الفزره، وزي ما قلت بينقل سوماتيك سنسيشن من عندنا منطقه الاير. هو مالتي فانكشن شويه، وليه بردك باراسمباثيك فانكشن، انفلانتري مصلز بردك، انفلانتري مصلز، انفلانتري فانكشن. بعد كده الاكسسوري، الاكسسوري نيرف هو طبعا بيبان لكم دايما في الرسمه انه بيغذي الاسترنو ماستويد والترابيزيوس مصل، بس زي ما قلت لكم عشان نكون دقيقين ده السباينال بارت بتاعه، لان في كرينيال بارت بتاعه بس دايما بيبقى متحمل مع الفيجاس، فدايما الفيجاس هو بياخد الابر هاند، هو اللي يتقال عليه ان هو اللي بيعمل الفانكشن ده، بس لا اوريدي لا في جزء جواه بيبقى الكرينيال بارت اكسسوري نيرف هو اللي عامل الفانكشن دي، ودي تفاصيل هنعرفها بعدين ان شاء الله. الهايبوجلوسال نيرف لو رقم 12 زي ما قلت ان جنرال كده نقول عليه ده الموتور نيرف بتاع المصل بتاعت التونج، لكن لها اكسبشن هنعرفها في وقتها. طيب ادي الجدول معانا، بيقول ده الاولفاكتوري نيرف جاي منين؟ من عند النوز. العلاقه بمين؟ بالنوز. بيعمل لك ايه؟ بينقل لك السميل، الشم. تمام، طيب ادي الاوبتيك ده جاي من عند الاي، من الريتنا، من الشبكيه، عشان ينقل ايه؟ ينقل فيجن. ادي الاوكيلوموتر، ومعانا التريكلر، ومعانا الابديوسنت، عشان يبقى مره واحده. بس الاختلاف ما بينهم ان الاوكيلوموتر والتريكلر ده مصدره من البرين ستام، من الميد برين، اما الابديوسنت جاي منين؟ من عند البونز. والثلاثه دول هما 3 4 6 دول بيروحوا يعملوا موتور انرفيشن للاوربيتال ماسل، للماسل تحت الاوربت. الترايجيمينال هو الخامس اللي هو ليه علاقه بالبونز بتاعه البرين ستام، ده اللي هو بينقل لك السنسيشن بتاع الفيس كله، وفي نفس الوقت موتور لمين؟ للماسل اوف ماستيكيشن. الفيشيال نيرف له علاقه بالبونز، طيب بينقل ايه؟ هو موتور نيرف للماسل اوف اكسبريشن اللي هي الماسل اوف ذا فيس، يعني ان الوشنا ده هو اللي بيعبر عن كل حاجه فينا، الماسل اوف اكسبريشن. تمام، بنعمل بيه الاكسبريشنز، التعبيرات بتاعتنا. تمام، فبيسموه الماسل اوف اكسبريشن او الماسل اوف ذا فيس. في نفس الوقت قلت ان هو بينقل بردك التيست سنسيشن، سبيشال سنس اهو، نقله من تحديدا من حته معينه من التونج اللي هي الانتيريور تو ثيرد اللي هو الجزء الامامي من التونج. وفي نفس الوقت تبقى عارف حتى لو مش في الجدول ان الفيشال نيرف ده كمان بينقل سوماتيك انفورميشن من منطقه ناحيه الاير، وكمان بيبقى متحمل عليه بارا سمباثيك فانكشن، بارا سمباثيك فانكشن. الفيستيبلو كوكلر اللي هو الثامن ده له علاقه بردك بالبونز، لسه احنا في البونز لغايه 8 احنا لسه في البونز، طبعا ده بتاع الهيرنج من الكوكلا، والبالانس اللي هو الاكوالبيريم اللي هو التوازن جاي من حاجه اسمها السيمي سيركلر كانالز، كل ده تبع الانر اير بتاعتنا. تمام، طيب التاسع اللي هو الجلوسوفارينجيال، خلاص احنا دخلنا في منطقه المظله اوبلونجاتا في التاسع وفي العاشر وفي ال11 وال12. طب التاسع ده هيعمل ايه؟ هتلاقيه شويه شبه الفيجاس، هما الاثنين شبه بعض، هما الاثنين لهم موتور فانكشن هنا في الجلوسوفارينجيال، بينقل الستايلوفارينجيس ماسل بيحركها. الفيجوس نيرف ليه موتور للماسل اوف ذا فارنكس اند لارنكس. تمام، الجلوسوفارينجيال بينقل سنسيشن التيست سنسيشن من التونج الجزء الاخير برضه، وعلى فكره الفيجوس ليه برضه بينقل تيست سنسيشن حتى لو مش مذكوره في الجدول هنا. وفي نفس الوقت هما الاثنين بينقلوا سنسوري انفورميشن، فيزرال انفورميشن، هنا الجلوسوفارينجيال من الفارنكس والتونج، الفيجاس ناقل السنسوري انفورميشن بتاعت الفيزرا بتاعت الريسبيراتوري والدايجستيف اورجان، في نفس الوقت بينقلوا بردك زي ما قلت بارا سمباثيك انفورميشن، يعني الجلوسوفارينجيال بينقل بارا سمباثيك لحاجه اسمها الباروتيد اللي هي الغده النكافيه، خلاص، والفيجاس ده الميجور، ده الميجور بتاع البارا سمباثيك كله.
بين الباراسمباثيك لكل الماسل بتاعت الريسبيراتوري والدايجستيف اورجن. وهنفهم يعني ايه باراسمباثيك بعد شويه. الاكسسوري نيرف بقول تاني، هنا هنقول لك ان هو ماسل تو ذا ماسل تو ماسلز اوف ذا نيك اللي هي الاسترنوماستويد والترابيزيوس. تمام، وشفت بقى هنا كاتب لك ماسل اوف ذا فارنكس اند لارنكس. تمام، لان هو ليه بردك علاقه بيهم، الوكرينيال بارت بتاعه اللي هو يتحمل على الفيجاس بعد كده. الهايبوجلوسال قلنا الماسل اوف ذا تانج ان جنرال كده. اعتقد كده احنا خدنا فكره كويسه جدا على الكرينيال نيرفز. تيجي بقى نشوف السباينال نيرفز. احنا قلنا الكرينيال نيرفز 12، تمام، السباينال نيرفز 31 نيرفز. احنا اتفقنا ان السباينال كورد كان جاي من عند هنا كونتينيويشن مدلة اولونجاتا عند سي 1 اول سيرفايكال فيرتيبرا، وركزنا وقلنا ان هو بينتهي عند الليفل بتاع اللور بوردر بتاع ال1 لامبر فيرتيبرا رقم 1. طيب بيطلع ال31 كلهم منه من الجزء ده، من الحته اللي هي لغايه ال1. ملناش دعوه بقى كل نيرف منهم بيمشي ازاي، لان كل نيرف هيمشي في الكورس بتاعه اللي كان مرسوم له في الفيرتيبرا، لكن في الاخر هما بيطلعوا من كل السباينال كورد ده. احنا قلنا 31، يعني ايه 31؟ تقسيمتهم ازاي؟ عندنا 8 سيرفايكل، 8 سيرفايكل. خلي بالك لما تدرس الفيرتبرا الفقرات هم 7 سيرفايكل فيرتبرا، لكن السباينال نيرفز كام؟ 8 سيرفايكل نيرفز على الرايت وعلى الليفت. الثراسك 12 لغايه من تي 1 لتي 12، يبقى احنا كده كام؟ 20. وبيطلع لك من الجزء الاخير في السباينال كورد 5 لمبر، بس بينزلوا بقى تحته يمشوا براحته تحته لان هو خلاص انتهى، بيمشوا تحته بشويه لغايه ما كل واحد يخرج في المسار اللي كان محدد ليه في الفرتبرا بتاعته من ال1 ل ال5، ادي كده 25. بعد كده نكمل بردك نيرفات جايه من فوق من عند السبانال كورد من فوق مكمله لغايه تحت لغايه ما تطلع من عند السكرم، السكرال نيرفز 5 كمان من اس1 ل اس5، يبقى احنا كده 30. اخر واحد بيطلع اللي هو الكوكسجيال نيرف، هو بيبقى سنجل نيرف، ده كده ال31 نيرف بتاعنا. المنطقة دي لو انتوا فاكرين احنا قلنا عليها المنطقة اللي تحت السباينال كورد اللي فيها المجموعة بتاعة ال من ال2 ل ال5 و اس1 ل اس5 والكوكسوجيال نيرف، بنسميها احنا الكودا اكواينا، اسمها الكودا اكواينا، لان الكودا اكواينا دي اللي هي عاملة زي ديل الحصان، بتشاور عليها هنا، هيت ديل الحصان باللاتيني، بنسميها احنا الكودا اكواينا اللي هي مجموعة النيرفات اللي تحت السباينال كورد وماشية في الفيرتبرال كانال. لو خدنا صورة أقرب للسباينال نيرف وهو طالع من السباينال كورد من الجراي ماتور بتاع السباينال كورد، هنلاقي إن هو ليه اتنين روت. يبقى الروت هو أساسه أساس تكوين السباينال نيرف من السباينال كورد. عندنا هنا في فنترال روت أمامي اللي هو ده، وعندنا دورسال روت، طبعا بردك نفس زي الكرينيال نيرفز كده بيبقوا طالعين بكذا روت بنسميها احنا روتلتس. يبقى احنا عندنا بالمجمل ده الفنترال روت بتاعه وده الدورسال روت بتاعه، لما بيتحدوا مع بعض طبعا الفنترال روت ده موتور، مطلع موتور فانكشن هو الازرق اهو، اما الدورسال روت ده ناقل ماشي فيه السنسوري انرفيشن اللي جايه عن طريق السباينال نيرف وراح للسباينال كورد. فلما يتحدوا مع بعض السلكين دول بيمشوا في سلك كبير على بعضه اللي هو اسمه السباينال نيرف. يبقى السباينال نيرف ميكسد نيرف. ميكسد نيرف ازاي؟ ان هو بيتنقل من خلاله سنسور انرفيشن، بس بتيجي هنا وتمشي عند الدورسال روت بتاعه عشان توصل للسباينال كورد، وبيتنقل فيه موتور موتور انفورميشن طالعه من خلال الفنترال روت بتاعه. يبقى ده السباينال نيرف مكون من تو روت، فنترال موتور ودورسال سنسوري. خلي بالكوا بقى هو هنا كل الجزء ده كده بيبقى جوه الفيرتبرال كانال. الكلكوعة اللي انتوا شايفينها دي احنا بنسميها دورسال روت جانجليا، اسمها دورسال لانها ورا، روت جانجليا لانها خاصة بالسنسوري فانكشن هنا. تمام، بتبقى فيها مجموعة من النيرونز كده، مجموعة نيرونز بنسميها احنا دورسال روت جانجليا. نسمع كلمة جانجليا بعد شوية ونفهم معناها ايه. بعد كده بعد ما بيطلع بقى السباينال نيرف من الفيرتبرال كانال بتلاقي فيه فرعين اتنين، فنترال ريموس اللي هو التخين ده والدورسال ريمس اللي هو ورا الرفيع. بس خلي بالك التوري ماي ميكسد،
يعني الفنترال ريموس ده عبارة ماشي جواه السلكين اللي هما موتور وسنسوري، والدورسال ريموس ده هو ماشي فيه السلكين الموتور والسنسوري. يبقى نفرق ما بين كلمة روتس فنترال روت دورسال روت، الفنترال ده موتور والدورسال ده سنسوري، وما بين كلمة ريموس فرع، هو بعد ما طلع من الفرتبرال كانال بقى فيه فرعين والفرعين بينقلوا التو فانكشن بتوعه عادي، بس الاهم طبعا الفنترال ريموس وده الاهم وده اللي ماشي وشغال واخد معظم الفانكشن بتاعت البودي بتاعتنا عن من خلال الفنترال ريموس بتاعه. تمام، ده كده السباينال نيرف. لو اتكلمنا عن الجانجليا، هي ايه الجانجليا دي؟ هو ده تعبير عن ان مجموعه من النيورونز كولكشن اوف نيورونز تتجمع مع بعضها وتعمل ستراكشر كده كالكوع، يعني اللي هي الجانجليا. لها كذا نوع، لها سنسوري ولها موتور. السنسوري ده اللي هو هيبقى خدنا منهم واحده اللي قلنا عليها اللي هي الدورسال روت جانجليا، لو انتوا واخدين بالكم اهي ده السباينال كورد اهو وطالع هنا هو جوه الفيرتبرال كانال، ده الفنترال روت بتاعه ده الدورسال روت بتاعه، والكلكوعه اللي بتبقى ورا دي اسمها الدورسال روت جانجليا او نسميها السباينال جانجليا، دي سنسوري قلنا انها تبع السنسوري روت او الدورسال روت. وفي سيريبرو، كلمه سيريبرو سباينال يعني في حاجه تبع السيريبرم تبع الكرينيال نيرفز تحديدا هنشوفها بعد شويه، يبقى ده اسمها السيريبرو سباينال جانجليا. جانجليا هي جمع كلمه جانجليون، تمام، اللي هتضم السباينال جانجليون اللي هي الدورسال روت جانجليون والسيريبرال جانجليا اللي تبع الكرينيال نيرفز هنشوفها دلوقتي. وفي بقى اوتونوميك جانجليا ودي موتور تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم، ان احنا اتفقنا الاوتونوميك نيرفس سيستم ده ما نتكلم عليه بعد شويه هو ده ناقل موتور انفلانتري فانكشن موتور فانكشن للبودي. مثال ليها اهي جنب السبانر كورد بيبقى ماشي جنبه كده تشين سلسله اسمها السمباثيك تشين تبع السمباثيك سيستم هنعرفه دلوقتي. السمباثيك تشين دي عباره عن كذا جانجليا ماشيين ومتربطين مع بعض على هيئه سلسله، اهي هي دي اللي ماشيه جنبه دي السمباثيك جانجليا. خلاص ده كده اكزامبل، منظر الصوره اللي على اليمين ده اهي هي دي، ده كده السباينال كورد وادي هنا من ورا كده ده الدورسال روت جانجليا السباينال جانجليا، وهنا ماشي على بره خالص بقى بره الفرتبرا على جنبها السمباثيك تشين عباره عن السمباثيك جانجليا متربطه بتشين مع بعض. انا قلت ان الجانجليا سنسوري وموتور، والسنسوري اللي هي سيريبرو سباينال، قلنا السباينال اللي هي الدورسال روت جانجليا، وقلنا ان في بقى كمان سنسوري جانجليا خاصه بالكرينيال نيرفز. انهي كرينيال نيرفز؟ كلهم؟ لا، هنحدد مين هم. الترايجيمينال، حتى دايما كنا نشوف الكلكوعه كده مقسمه ومطلع ثلاث فروع بتوعه هنعرفهم بعدين، يبقى الترايجيمينال جانجليا والفيشيال جانجليا، ودي تبقى عامله زي الكوعه كده فبنسميها احنا جينيكيولو جانجليا. جاي من كلمه جينيو اي حاجه لها علاقه زي الركبه كده لانها حاجه متنيه، جينيكيولو جانجليا اللي تبع الفيشيال نيرف. وعندنا الفيستيبلو كوكيلر اللي هو العصب السمعي، الفيستيبلو كوكيلر نيرف، وده بيبقى ليه الجانجليا حاجه اسمها سبايرال جانجليا وحاجه اسمها فيستيبلر جانجليا هنعرفهم فيما بعد، الفيستيبلو كوكليار نيرف. وبعد كده عندنا الجلوسو فارينجيال، الجلوسو فارينجيال والفيجاس اهو، ده الجلوسو فارينجيال ده الفيجاس، بيبقى عندهم كل واحد منهم عنده اتنين جانجليا، واحده سوبيرور وواحده انفيرور، وادي الفيجاس اهوت نفس القصه عنده واحده سوبيرور وواحده انفيرور، مالكوش دعوه بالتسميه الثانيه الاخرى ليها، هي طبعا السوبيرور جانجليا ودي سماها البتروس جانجليا اللي هي الانفيرور، وهنا بيسماها الجاجولار جانجليا والنودوزا جانجليون نودوزا او نودوزا نودوز جانجليون، دي يعرفهم بس السوبيرور وانفيرور، سوبيرور وانفيرور، يبقى الاثنين، يبقى الجلوسو فارينجيال الاثنين والفيجاس الاثنين. الفيستيبلو كوكليار برضك بيبقى ليه اثنين اللي هم السبايرال والفيستيبلر، والفيشيال نيرف اللي واحده بس اللي هي الجينيكلو جانجليا، والترايجيمينال اللي واحده بس اللي هي الترايجيمينال جانجليا خلي بالكم بس عشان ما يحصلش مسليدنج، معلش انا ما حاجه عندي يعني ساعات بيحصل سوء فهم، ده بتبقى هي ديت الشعره اللي بتفصل في معانا في الفهم.
في جانجليا هنا مكتوب مشاور عليها التريجو بلاتاين جانجليا، التريجو بلاتاين جانجليا، سب مانديبولار جانجليا، مش تبعنا، مش تبع السنسوري جانجليا. ماشي، ركزوا، دول تبع الاوتونوميك جانجليا، هنشوفهم دلوقتي. يبقى احنا السنسوري الموجودة هنا في الصوره تراجيمينال جينيكلو جانجليا والسوبيرو الانفيرو بتاعت الجلوسوفارينجل وبتاعت الفيكس. تمام، هنتكلم بقى على الاوتونوميك نيرفس سيستم، وده جهاز جميل خالص، هو ده الانفلانتري سيستم بتاعك. وخلي بالكم احنا لما جينا نقسم في الاول خالص قلت لكم ايه، قلنا ان السنترال نيرفس سيستم بيبعت لك بريفرال نيرفس سيستم عشان يتحكم في البودي بتاعك، وفي نفس الوقت البريفرال نيرفس سيستم النيرفس دي ممكن تكون ناقله له سنسيشن عشان تدي له كلام بتقول له الموقف الجسم ايه، سواء كانت السنسيشن دي بقى فيزرال او سوماتيك. وفي نفس الوقت هو بيبقى باسوي، هو رايح جاي، يبعت موتور فانكشن يقول لها الا اعملي كذا ما تعمليش كذا، سواء الموتور دي كانت فولانتري انا بتحكم فيها زي السكليتال ماسل لما بحركها، او انفولانتري انا مش حاسس بيها، انا مش بحس بحركه امعائي، مش بحس انا القلب، مش بقول للقلب اف لا اشتغل، لا ده انفولانتري. اوتونوميك autonomic nervous system جزء من البريفرال nervous system، بينقل motor orders جاية من central nervous system بتاعنا اللي هو من البرين والسباينال كورد. هو ده ملخص او فهمنا عن autonomic nervous system. بينقسم لجهازين، جهاز بيزود الفانكشن بتاع جسمك لو من general، يعني لو اتكلمنا بصفة عامة اللي هو sympathetic nervous system، وجهاز بيهدي جسمك، بيهدي الفانكشن بتاعت الاجزاء parts of the organs اللي هي الباراسمباثيك نيرفس سيستم. تمام، ده طالع منين وده طالع منين؟ تعال ما نشوفه في الصوره اللي بعد كده. بس لو انتوا لاحظتوا كل جسمنا بقى تحت تقريبا تحت الكنترول بتاع السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم. احنا قلنا ليه سمباثيك وليه باراسمباثيك. السمباثيك هو لفظ كده بيتقال دايما عليه سوراك ولامبر، سوراك ولامبر، يعني جاي من السوراسك واللامبر بارت بتاع السباينال كورد. تمام، ايه ده؟ يعني البرين، برين ملوش علاقه بالسمباثيك سيستم خالص؟ لا، اعتقد يعني دي لازم نقطه تتوصل وتتفهم عشان ما تفتكرش ان السمباثيك كنترول فقط من السباينال كورد، لا ده في استراكشر مهمه جدا في البرين بتاثر على الاوتونوميك فانكشن بتاعتنا، منطقه مناطق في الداين كيفال تحديدا هي اللي بتاثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم بتاعنا. تمام، ولها كنترول عليه، بس الاوردر نفسه بيطلع كتحديدا انت بتقدر تشوفه منين؟ من السمباثيك ديفيجن السوراكو لامبر بارت على السباينال كورد. تمام، تحديدا بيقول لك من كل السوراسك ومن اللامبر، من الفيرست والسكند لامبر سباينال سيجمنت، السباينال كورد سيجمنت، السباينال كورد ده بنقسمه احنا كده زي ترانشات، زي مقاطع كده. تمام، بعدد السباينال نيرفز كلهم اللي هم 31. زي ما بنقول دايما طبعا السمباثيك ده جهاز الدفاع بتاعك، ده الفايت الهجوم بتاع جسمك اللي هو السمباثيك سيستم، هو الجهاز السمباثاوي. تمام، ادي السمباثيك نيرفس سيستم طالع هو زي ما احنا قلنا من عند السباينال كورد تحديدا من تي 1 لتي 12 والال 1 والال 2، وبعد ما بيطلع ده بنسميه احنا الطلوع ده من السباينال كورد هنا في الاوتونوميك نيرفس سيستم هتسمع كلام بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. سهل خالص، احنا قلنا ان في جانجليا، الجانجليا دي ما قبلها بري جانجليونيك، ما بعدها بوست جانجليونيك. تمام، يبقى اللي قبل ما يعمل ريلي، لان الجانجليا دي هو يعمل فيها ريلي، هيعمل فيها سينابس، ده تاخدوه مع الكلام بقى في البايوكيمستري، هيعمل هنا سينابس، هيعمل تشابك عصبي هنا، ما قبلها هو بري جانجليونيك بيوصل مسج ويرجع تاني المسج دي توصل للخلايا دي النيرونز دي الجانجليا دي، وترجع يحصل لها تتنقل تاني للجسم بقى لاعضاء الجسم عن طريق حاجه اسمها البوست جانجليونيك. بوست جانجليونيك تمام، هو الرايت سايد ده السمباثيك نيرفس سيستم طالع من السوراكو لامبر بارت والسباينال كورد. والباراسمباثيك كرينيو ساكرال، يعني جاي من عند الكرينيال، من خلال الكرينيال نيرفس من عند البرينستم وطالع للساكرال بارت من السباينال كورد بيطلع منه، يبقى كرينيو ساكرال بارا سمباثيك سوراكو لامبر سمباثيك.
ادي هنا السمباثاتيك اهوت، سمباثاتيك تشين جانجليا اهي، دي السمباثاتيك تشين وعباره عن جانجليا كده محطوطه في تشين مع بعضها، وادي هنا ده السباينال كورد، ودي الجراي ماتر بتاعه. تحديدا في حته هنا اسمها اللاترال هورن سيل هنعرفها بعد كده بالتفصيل، هي اللي بتطلع الاوردر، النيرون اللي جواها بيطلع منها الاوردر اذا طلع ناحيه الفنترال. ايوه، ان احنا اتفقنا ان الدورسال روت بتدخل من خلاله السنسوري انفورميشن اللي جايه منقوله عن طريق السباينال نيرف، اما الفنترال روت اي موتور فانكشن طالعه بتطلع عن طريق الفنترال روت وتمشي بعد كده في السباينال نيرف. وهي طالعه كده احنا ايه، هل احنا ايه، احنا بري جانجليوني، لان هنا بقى بتقوم داخله جوه السمباثيك تشين اللي هي ماشيه جنب السباينال كورد، جنب الفيرتبرال كانال بتاعتنا، جنب الفيرتبرا بره بنلاقي السمباثيك تشين تدخل جوه الجانجليا بتاعتها وتعمل ريلي. اهو شايفين، هو ده الريلي، هو دي الجانجليا اتحصل جواها ريلي. ما قبلها الاخضر ده بري جانجليونيك، ما بعدها الاحمر ده خلاص بوست جانجليونيك. ايه ده، هو رجع تاني مشي مع السباينال نيرف. اه، ما هو احنا ما بنمشيش، اوعى تلاقي، عمرك ما تلاقي السباينال سوري السمباثاتيك ولا الباراسمباثاتيك ماشيين كده لوحدهم، لازم يمشوا جوه نيرف يمشوا حوالين بلاد فيزز، هنشوفها دلوقتي، ما يمشيش كده في جسمك لوحده. خلاص، هيبقى هو مشي في الاول في الفنترال روب بتاع السباينال نيرف، مشي جوه السباينال نيرف، اتعمل اتحاد او سينابس هنا في الجانجليا في السمباثات الجانجليا اللي في السمباثيك تشين، وطلع بوست جانجليونيك مشي في السباينال نيرف دلوقتي، وهنعرف بعد كده هيمشي ازاي. تمام، طب خلي بالكم الصوره دي في ايه ده، ايه ده، في حاجه ثانيه. اه، السمباثات الجانجليا اما تكون سمباثاتيك تشين كده سلسله جنب الفرتبرال الفرتبري بتاعتنا، او ساعات بتبقى حاجه اسمها كولاترال جانجليا بتبقى بعيده شويه عنها متطرفه شويه، حاجه اسمها كولاترال جانجليا ونعرف تفاصيلها بعدين. فهتلاقي برضك بري جانجليونيك ماشي وساب التشين خالص ملوش دعوه بيها وراح عمل السينابس بتاعه في الكولاترال جانجليا دي. خلاص، تمام. طيب، معلومه تهمني قوي، انا بعد ما طلعت بقى ومشيت في السباينال نيرف انا بوصل الاورجن ازاي؟ مش احنا قلنا ان السمباثاتيك ده بتاع الديفنس بتاع الهجوم بتاعنا دايما عايز دم، فدايما السمباثاتيك البوست جانجليونيك بتاعه بيبقى طويل شويه، يعني البري هتلاقيه قصير لانه يا دوبك هو بيطلع بيلاقي السمباثيتك تشين او الكولاترال جانجليا ماشيه حوالين الفرتبرا يقوم عامل فيها سينابس. البوست جانجليونيك ده بياخد وقت شويه عما بيوصل للاورجن، بس بيتسلق مين؟ بيتسلق البلاد فيزلز، تلاقيه لافف حوالين البلاد فيزلز، يعمل حواليها حاجه اسمها بلكسوس، بيبقى ماشي حواليها لان زي ما قلت ان هو الديفنس عايز دم، حاجه دمويه، فبيبقى ماشي حوالين البلاد فيزلز بتاعتنا. ده كده عشان تفتكرها بس، يعني ان هو دايما ده بتاع الديفنس بتاع الهجوم، فدايما تلاقيه ماشي حوالين البلاد فيزلز بتاعتنا. نتكلم بقى على البارا سمباثيك. احنا قلنا ان البارا سمباثيك كرينيو ساكرال من البرين ستيم ومن الساكرال بارت على السباينال كورد. الساكرال بارت على السباينال كورد عشان راح يلذي بلفيك اورجانز عندنا موجوده في منطقه الحوض. الكرينيال بارت بتاعه احنا عندنا 12 كرينيال نيرفز، مين فيهم اللي بينقل بارا سمباثيك فانكشن؟ هم اربعه، رقم 3 اللي هو الاوكيولوموتور نيرف، اوكيولوموتور نيرف بيروح يغذي حاجات تبع الاي، والسابع اللي هو الفيشيال نيرف، فيشيال نيرف بيروح يغذي حاجات تبع السب مانديبولار جلاند وحاجات تبع الميكوزا في البلت وفي النوز وهكذا. وعندنا جلوسوفارينجيال نيرف رقم 9 جلوسوفارينجيال، وده بيروح يغذي اللي هي الباروتيد جلاند اللي هي واحدة من الغدد اللعابية اللي هي الغدة النجفية، باروتيد جلاند تبع الجلوسوفارينجيال. والعاشر اللي هو الفيجاس، وده العصب الحائر زي ما قلت لكم، بينزل ويغذي حاجات كتير بقى تبع الريسبيراتوري والهارت والدايجستيف سيستم. لو جمعناهم كده هنجمعهم في 1973، هي سنة النصر بتاعتنا، 3 اوكيلوموتور، 7 الفيشيال، 9 الجلوسوفارينجل، ورقم 1 هو الالف اللي هو الفيجوس نيرف، 1973. تمام، ده كده الباراسمباثيك كاوت فلو جاي منين. طيب احنا متفقين في السمباثيك والباراسمباثيك ان في حاجه اسمها بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، وفي جانجلي هيعمل فيها ريلي. طيب احنا عندنا اربع نيرفات صح، الثالث والسابع والتاسع والعاشر. الباراسمباثيك بيتميز ان البري جانجليونيك بتاعه طويل عكس السمباثيك، لان الجانجليا دايما بتبقى متواجده ناحيه الاورجن، فهو بيمشي مسافه، بيمشي جوه النيرفز
لغايه ما يوصل الجانجيا يعمل فيها الريلاي ويطلع بوست جانجليونيك ويغذي الاورجان بتاعه ويوصل للافكتور اورجان بتاعه. طب احنا اتفقنا ان احنا عندنا اربع نيرفات. طب احنا عندنا كام جانجليا؟ اربع جانجليا: سيلاري جانجليا، سب مانديبولار جانجليا، اوتيك جانجليا، سفينوبلاتاين جانجليا. هيتبادر لذهني في الاول ان كل واحده خاصه بكل نيرف. لا، ركزوا. الفيجاس الحائر ده نزل لتحت، نزل بقى ناحيه السوركس والابدو. فالجانجليا بتاعته تبقى جنب الاورجانز دي. احنا اتفقنا الجانجليا في الباراسمباتيك جنب الاورجانز، بيسموها تيرمينال جانجليا، جنب الاورجانز هنا، ودي خاصه بالفيجاس. يبقى الفيجاس ملهوش هنا علاقه بالباراسمباتيك جانجليا اوف ذا هيد. ايه ده؟ يبقى الاربعه دول تبع ثلاث نيرفات، الثالث والسابع والتاسع. السيلري تبع الثالث اللي هو الاوكيلوموتور. فين السيلري؟ اهي دي السيلري جانجليا ناحيه الاوربت. طيب السب مانديبولار دي تبع الفيشيال نيرف. فين السب مانديبولار؟ اهي ناحيه التونج كده، تمام؟ بيبقى في سليفري جلاند هناك. سيبوا الاوتيك دلوقتي. طب فين السفينوبلاتاين؟ السفينوبلاتاين مشاور عليه هنا اهي، جوه كده في حته في كافيتي كده، ما مستخبيه في كافيتي اسمه تريوبلاتاين فوسه، عشان بتغذي حاجات تبع البلت وتبع النوز، تمام؟ ميوكاس جلاند يعني. طيب يبقى دي برضه تبع مين؟ تبع السابع، تبع الفيشال نيرف. يبقى الفيشال نيرف ليه الساب مانديبولار جانجلا والسفينوبلاتاين جانجلا كباراسمباتيك جانجلا بيعمل فيها ريلي. ولو انتوا فاكرين كان ليه سنسوري جانجلا اللي هي الجينيكلو جانجلا بتاعته، خلاص. وعندنا هنا اوتيك جانجلا، الاوتيك جانجليا تبع الجلوسوفارينجيال اللي هو مشاور عليها هنا بالسهم ده، بتروح تغذي بعد كده الباروتيد جلاند. هنشوف صور اقرب للحاجات دي. ادي في الصوره دي هنا بنتكلم عن الفيشيال نيرف، ادي الجينيكلو جانجليا ملوش دعوه بيها خالص كباراسمباتيك، ده سنسوري. لكن احنا عندنا اتنين جانجليا هنا، التريجوبلاتاين او السفينوبلاتاين والساب مانديبولار جانجليا. البريجانجليونيك فايبرز طلعت ومشيت في جوه الفيشال نيرف فايبرز، جوه السلك بتاعه اللي فيه كذا حاجه ماشيه فيه. وجيت هنا البريجانجليونيك هنا عملت ريلي في السب مانديبولر، وهنا عملت ريلي هنا في السفينوبلاتاين او تريجوبلاتاين. بعد كده يمشي اللي هو البوست جانجليونيك فايبرز، بس تمشي فين؟ احنا متفقين اتفاق ان مفيش سمباثيك ولا باراسمباثيك فايبرز تمشي لوحدها كده في جسمك، لازم تتحمل بقى على السنسوري نيرف او تتحمل جوه نيرف او تتحمل حوالين، تعمل بليكسس زي السمباثيك هنا في الصوره دي حوالين البلود فيزلز. طب البوست جانجليونيك، احنا قلنا ان البوست جانجليونيك في السمباثيك دايما يقعد يلف حوالين البلود فيزلز، هنا في الباراسمباثيك بندور على اقرب سنسوري نيرف ماشي وهتحمل عليه، لان انا خلاص البري بتاعي كان ماشي جوه الفيشيال نيرف ووصل للجانجليا وعمل ريلي، خلاص ما عادش ليه علاقه بقى بالفيشال نيرف خلاص. طب هيوصل للافكتور اورجان ازاي؟ هيشوف سنسوري نيرف رايح للاورجان ده ويمشي معاه. عشان كده ظهر لنا الترايجمنال جانجليا، دي سنسوري جانجليا بيطلع منها النيرفات بقى تبع الترايجمنال نيرف. فبيبقى في هنا نيرفات راح ناحيه الاوربت يمشي معاها البوست جانجليونيك هنا، في نيرفات ناحيه النوز تمشي معاها هنا، في نيرفات ناحيه الجانجليا اللي هي السب مانديبولار، سوري السب مانديبولار جلاند والسب لينجوال جلاند، سليفري جلاند موجوده في جسمنا، بيلاقي سنسيشن ماشي هنا تبع اللينجوال نيرف، تمام؟ تبع اللينجوال نيرف وبرانشات ماشيه فيها تمشي معاها. هتلاحظوا هنا بس حاجه، البريجانجليونيك فايبرز كل ده، ايه ده؟ يعني البريجانجليونيك هتمشي مع الفيشيال ورجع تاني مشيت مع اللينجوال نيرف، ده سنسوري نيرف من تبع الترايجمنال، وعملت ريلي هنا ولقيت. طبعا على فكره بس هنا في الرسمه ان في مسافه، بيبقوا جنب بعض خالص، تطلع على طول من البوست جانجليونيك من السب مانديبولار جانجليا تلاقي الاورجان تعمل فيها سبلاي على طول، تمام؟ فيبقى انت بس فاهم ان البري جانجليونيك فايبرز دي او البوست جانجليونيك فايبرز دي بتبقى ماشيه جوه حاجات ثانيه، جوه ستراكشر ثانيه، سواء بقى كانت ماشيه هنا مثلا جوه الفيشر، بعد كده اللينجوال، بعد كده لقيت عملت ريلي في الجانجليا اللي جنب الاورجانز، وبعد كده طلعت غذيتها على طول، تمام؟ هنا مثلا في الناحيه الثانيه في السفينوبلاتاين، لا مشت البريجانجلوني في الفيشيال وبعد كده سابته ولقيت، بس ماشيه بردك في نيرف، تمام؟ بعد كده لقيت الجانجلي عملت ريلي فيها، بعد كده سابتها ومشيت مع سنسوري نيرف لغايه ما وصلت للاورجان بتاعها، تمام؟ هنا بردك للسيلاري جانجليا تاني. هنا بنتكلم بقى الاثنين مع بعض، هم ادي السمباثيك طلع من السباينال كورد ولقى ريلي هنا في جانجليا تبع السيرفايكال جانجليا بتاعت السمباثيك تشين، ومشي مع البلاد فيزلز حواليك كابلكسس، ولقى السيلاري جانجليا بيعدي فيها بس بدون ريلي، ما بيعملش هنا ريلي لان الجانجليا دي بارا سمباثيك، يعني اللي يعمل فيها ريلي بارا سمباثيك فايبرز بس، بتعدي فيها كباس واي عادي
وتقوم تلاقي اي سنسوري نيرف معدي تقوم معديه معاك توصل للاورجان بتاعها. الباراسمباثيك بقى بيطلع هو من البرين ستيم الاوكيلوموتور يمشي معاه يلاقي السيلري جانجليا يسيب الاوكيلوموتور ويدخل جواها ويعمل فيها ريلي، وبعد كده يطلع يلاقي سنسوري نيرف يمشي معاه توصل للاورجان بتاعه. هل التفاصيل دي علينا؟ التفاصيل دي كباص واي مش عليك، انا بس بنوضح او نفهم في الاول احنا ماشيين ازاي كسمباثيك وباراسمباثيك للفهم والايضاح. وطبعا كل الدياجرامز هنلاقي فيها علامات كتير، حتى مش ده بس، قبل كده كمان مش علينا كل التفاصيل دي، احنا بس بنعرف اوفر فيو، بنعرف في الاول وبعد كده في الديتيلد ان نيورو اناتوم، بعد كده هنتكلم عن تفاصيل الحاجات دي باكتر كمان من استفاضه من احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اخر حاجه احنا اتفقنا ان البريفرال نيرفس هنتكلم عن النيرفس وهنتكلم عن الجانجليا ونتكلم عن النيرف تيرمينالز. نيرف تيرمينالز خلاص انا وصلت للاورجانز بتاعي. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نبقى سنسيشن، بننقل سنسيشن للسنترال نيرفس سيستم، او ان السنترال نيرفس سيستم بيديك اوردر موتور. السنسوري ريسبتورز بتاعتنا هنلاقيها بتنقسم لنوعين، يعني يبقى السنسيشن السنسوري بتاعنا ده ريسبتورز بتنقله من جسمنا للسنترال نيرفس سيستم. السنسوري ده ممكن يبقى سوماتيك، تمام، اللي هو بينقل لك السنسيشن من البودي وول بتاعك، وفيزرال اللي هو بيسموه انتروسبتيف اللي هو بينقل السنسيشن من الفيزرا بتاعتك اللي جوه جسمك. السوماتيك اللي هو جاي من جسمك ده اما يكون جاي من بينقل جنرال سنسيشن عاديه من السكن والميوكس ممبرين زي البين والتمبريتشر، ده احنا بنسميه حاجه اسمها اكسيتروسبتيف اكسترنال للسطح الخارجي بتاعك السكن والميوكس ممبرين، او يكون جاي ينقل سنسيشن ديب سنسيشن من الماسلز من جوه. ايه ده؟ هي الماسل بتحس؟ ايوه، انا محتاجه احس بالبوزيشن بتاعك، بوضعك، لما بتيجي تتحرك ايه الحركه دي فين بالظبط، انا هعمل ايه وهكذا، لازم انقل سنسيشن من الماسل والجوينت بتاعي. دي احنا بنسميها الديب سنسيشن اللي هي البروبريوسبشن. بروبريوسبشن عشان تبقى انت فاهم الكلام ده، بقى اوعى تفتكر ان السنسيشن بتاعك بس من السكن، ده نوع من السنسيشن اللي هو الاكسيتروسبتيف. لكن عندنا بروبريوسبتيف بينقل من الديب سنسيشن من الماسلز والجوينت بتاعتنا، لان ده انا محتاج المخ ينقل معلومات ليه عشان يقدر يعمل بعد كده الموتور فانكشن بتاعته. وفي نفس الوقت الفيزرا بتاعتنا بتحس، وخلي بالكم انا كنت غلطت غلطه وسبتها حتى في التسجيلات، وانا بتكلم على السمباثيك قلت ان احنا سوري الموتور يعني الموتور سيستم الفيزرال سيستم، احنا مش بن ده انفولانتري، يعني احنا مش بنحس بالفيزرا بتاعتنا. لا خلي بالكم الفيزرا احنا بنحس بيها، ده انتروسبتيف، تمام، ده سنسيشن بيتنقل للسي ان اس. لكن لما باجي ادي انا اوردر بقى موتور الموتور ده اما سوماتيك بروح احرك السكليت المصل ده فولانتري انا ببقى ككونشس ليفل كادراك وكوعي انا حاسه بيه، لكن ممكن يبقى انفولانتري انا كادراك انا مش حاسه بيه، تمام، لكن جسمك بردك متحكم فيه. فالفكره ان انفولانتري اللي هو لا اراديا، انت ككونشس ليفل انت كسريبرال كورتكس انفولانتري خلاص انت ما تقدرش تتحكم فيه، لكن هو شغال وفي اجزاء اخرى من البرين لها سيطره عليه ومشي حركته اللي هي الانفولانتري سيستم او الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى الفيزرا احنا بنحس بيها لكن تحكمنا فيها تحكم لا ارادي انفولانتري، ما بيرقاش للكونشس ليفل بتاعك انك تقدر تفرد او تتني زي ما بنفرد ونتني ايدينا، لا بيتحكم فيها اجزاء من البرين بتبقى انفولانتري الفيزرا اللي هو الفيزرال سنس الموتور فانكشن اللي هي الاوتونوميك نيرفس سيستم بتاعنا. خلاص دي صوره بس انتم ما لكوش تفاصيل، مش لازم تفاصيل دلوقتي بتاعه الريسبتورز، هي ليها كلام كتير وكلام كبير والتايب بتاعه الريسبتورز سواء كانت سوماتيك او فيزرال، والموتور بردك حتى الموتور بتاعنا السوماتيك والفيزرال الموتور افكتورز بتاعتنا ليها في الاند اورجانز ليها حاجات معينه بردك بنتكلم فيها. هي كل التايبز اللي في الصوره دي كلها تبع الريسبتورز يا جماعه، الفري نيرف اندنج ايرميرك ريزيرسك الكروس تاتش بتاع الكروس تاتش والهير بلكسس والميسنرز والباسينيان والرافني، كل دي تبع الريسبتورز، دي ليها كلام لوحدها لو لينا مجال فيها ان شاء الله ممكن نبقى نشرحها باذن الله. كده خلصنا الاوفر فيو بارت 2، بدل ما نختمها بثانك يو
هنختمها بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واتمنى ان انا اشكر دكتوره رباب عامر استاذ مساعد بقسمنا مساعدتها ليا في الاوفر فيو بتحضير جزء من الداتا بتاعته، فبشكرها شكرا جزيلا. واشكركم لحسن الاستماع، واتمنى منكم دعوه بظهر الغيب، وشكرا جزيلا وبالتوفيق. واتمنى برضك نسمع الاوفر بعد الاوفر فيو، نسمع المقدمه اللي هي، لان الاوفر فيو هي جزء بسيط من كورس باذن الله هنكمله بعد كده، اللي هو ديتيلد نيورو اناتومي كلاته على بعضه. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله، القاكم على خير في ديتيلد اناتومي نيورو اناتومي.